أولا العائلة الملكية السابقة في العراق وأولاد عم العائلة الملكية، أولاد عمنا في الأردن، العائلة الملكية في الأردن أعلنوا أن هذا الشخص لا يمت بأي صلة بملك فيصل الأول، المرحوم ملك فيصل الأول. ثانيا أن الوثائق الرسمية للدولة العراقية تبين وبكل وضوح أن ملك فيصل الأول لم يكن لديه ابنا غير ملك غازي، ملك غازي لم يكن لديه أخ، وملك مرحوم ملك فيصل الثاني لم يكن لديه عم. وهي وثائق لمجلس النواب، للحكومة العراقية، للقاضي الأعلى. فأنا أستغرب من التغطية الإعلامية بهذا الشكل، بأن لا يدققون بالتاريخ العراقي الواضح والصريح. إذا ليس الشخص المتوفي إذا ليس من العائلة المالكة، لماذا نشر الخبر بهذا الشكل وصارت هاي الضجة؟ وبالفعل ألوم الإعلام، لأن كان عليهم أن يدققون الخبر، وبسهولة كان ممكن أن يدققون الخبر. الحقيقة أن الشرطة البريطانية في إنجلترا اتصلوا بالعائلة منذ 25 عاما، وقالوا أنهم ملقين القبض على نصاب وحاول ينصب على البنك الكويتي الوطني عام 93، وطلبوا ويدعي أنه والده ابن الملك فيصل الأول. فطلبوا مننا أن يعني ندلي بإفادة بهذا الأمر، وقد نفينا هذا الأمر. وهذا اللي كان ألقي القبض عليه أول شخص اللي كان ويا الجثمان في تركيا أو أخوه. فهاي من عام 25، من 25 عاما الشرطة البريطانية أنذرونا بأن توجد عائلة تنصب على العالم بهذا الشكل، وهذا لا يزال هم ينصبون على العالم ويدعون القرابة من العائلة الهاشمية. خصوص هذا الموضوع، كلمة وجهوها حسب ما أثير مضجة حول الموضوع، كلمة عندكم تضيفوها أو توجهوها للرأي العام؟ يعني أود أن أبين وأحذر كل من يتعامل مع هؤلاء، لأن لديهم تاريخ من النصب والاحتيال في سوريا، في المغرب، في السعودية، ومطلوبين من قبل إنتربول، وأن تصريحاتهم غير دقيقة. يعني مثلا صرحوا أنه كان استقبال رسمي تركي للجثمان المتوفي في تركيا، وطبعا لم يوجد أي وجود رسمي للحكومة العراقية، فأنا استبعد جدا أن هذا الشيء حصل. فهم يتقنون الكذب والاحتيال، وأن المجتمع العراقي يعلم أن المرحوم الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية لم يكن لديه غير ابن وحيد وهو الملك غازي. يعني الهدف برأيك شنو من إثارة هذه الضجة؟ هم يستعملون هذه التغطية وخلق تاريخ مفتعل لهم لكي يعني يستفيدون من احترام المجتمع العربي والعالمي للعائلة الهاشمية، ويستغلوا اسم العائلة الهاشمية من أجل أن ينصبون ويحتالون على الناس الأبرياء، ويعني وخاصة على البنوك.